كشف تقرير وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة إب عن 193 عملية قامت بها المقاومة الشعبية خلال العام الماضي 2015 في كل مديريات محافظة إب، وتوزعت بين الكمائن والهجوم المباشر والغارات على مواقع العدو والاشتباكات المباشرة. وقال التقرير الصادر عن وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الإعلامي بمحافظة إب إن المقاومة الشعبية بالمحافظة تمكنت من قتل 795 وإصابة 1041 من مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع، وذلك خلال العام 2015 على خلفية 193 عملية، مبينا التقرير أن أعدادا كثيرة لم يذكرها التقرير نظرا لغياب المعلومة بسبب الظروف الزمانية والمكانية للعمليات حينها. والحقت العمليات التي نفذتها المقاومة الشعبية بمحافظة إب على مدار العام 2015 أضرارا مادية جسيمة على مستوى المعدات العسكرية، حيث كشف تقرير المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة إب عن تدمير وإعطاب 191 من آليات ومعدات ميليشيا الانقلاب، وعن تدمير كم هائل من الأسلحة الشخصية والرشاشة والذخائر، بالإضافة إلى اغتنام 17 من الأطقم والآليات وعدد كبير من قطع السلاح التي لم يحصرها التقرير. ولفت التقرير أن الإحصاءات أعلى هي خسائر الانقلابيين في المحافظة على أيدي أبطال المقاومة الشعبية فقط، فضلا عن خسائر بشرية ومادية كبيرة وكثيرة تكبدتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة إب بفعل ضربات طيران قوات التحالف، ولم يتطرق إليها التقرير الذي خصص لعمليات المقاومة فقط. وأوضح تقرير المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة إب أن المقاومة الشعبية بالمحافظة نفذت من إجمالي العمليات 144 عملية خلال النصف الأخير من العام، فيما بلغت عملياتها للنصف الأول 48 عملية، ويرجع ذلك إلى التوسع الميداني لعمليات المقاومة، بالإضافة إلى طبيعة المرحلة التي شهدت بعض شهورها مواجهات مباشرة وجبهات مشتعلة ما زالت بعضها قائمة في أكثر من منطقة في المحافظة. وبحسب التقرير بلغت عمليات المقاومة خلال الأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2015 بلغت 82 عملية أسفرت عن مقتل 291 وإصابة 573 من مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، فيما غنمت المقاومة في تلك الفترة 13 آلية من إجمالي 17 آلية غنمتها طوال العام. يذكر بأن المقاومة الشعبية بمحافظة إب قد اتخذت استراتيجية العمليات النوعية في حربها مع الانقلابيين في المحافظة نظرا لشحة الإمكانات وفوارق التسليح ونتائجها المثمرة والتي تفتك بالعدو بأقل الخسائر الممكنة. وقد تلجأ المقاومة إلى تلك المواجهات المباشرة التي تستمر لأشهر كتلك التي حدثت في بعدان والقفر والحزم والرمادي، والتي ما تزال بعضها قائمة حتى اللحظة كما في الحزم والمناطق الحدودية مع الضالع.